احنا تربينا كأمنيين على نظرة النسر، راهو النسر كي يبدأ من فوق ينجم يشوف كل شيء، ورانا احنا ناس يعني تخدم ليكزيكسيون د لالوا، احنا رانا ننفذ القانون باش تحافظ على بلادك، باش تحافظ على الدولة، باش تحافظ على هيبة الدولة. ميسال العساوي، محافظ شرطة أعلى، رئيس مصلحة في سلك الأمن الوطني. كانت عندي متحصلة على الأستاذية في الحقوق وشهادة كفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. دخلت الأمن، والدي كان أمني الله يرحمه، دونك ساعات كيهزني معايا للبيرو. نحب البوليسية برشا، يعجبوني محلاها خدمتهم، نحب بابا، يعجبني بابا بتونو الله يرحمه، دونك قعدت لي هذيك معناتها حاجة نحب نعملها. لكن حتى كي عديت الكونكور، عديت الكونكور يعني كما لي زوتر كونكور، ماجستراتور كابا الأمن في نفس العام. نجحت كابا تاع المحامات ونجحت في الأمن محافظين. جيت وزير باش نمشي الأمن ومشيت محافظين والحمد لله يعني. دونك أنا حسيت روحي يمكن من الأمنيات المحظوظات بطبيعة الإدارة اللي تعينت فيها، يعني من المدرسة مشيت لإدارة معينة دخلت نخدم فيها، ما تمش إقصائي مثلا كامرا ولا على خاطر أنا مرا معناتها لا لا لا، يعني معناتها الحظوظ كانت متوفرة واللي تعطيه أنت للإدارة، نحكي على إدارة اللي أنا تعينت فيها روا، اللي تعطيه أنت للإدارة روا فما ريكومبونس. كيف 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 المراه كيف الراجل، لا ديفيرونس في التقييم راهو ولا كاليتي دو ترافاي فورني. كانت يعني ذات طابع الحفاظ على الامن والتكريس المفاهيم تاع الانسانيه، وكان لي شرف كبير اني مثلت بلادي على خاطر نخدموا بزينه وبدرب تونس. مشيت زاد حتى الليتا اللي خرجنا فيه مشيت كبوليس أدفايزر، يعني أقل تمثيل يعني، لكن معناتها في صلب البعثة درست في خطط هامة وصلت أنه نكون أنا الديوبيتي سيكتور كوماندر، يعني أنا نمثل قائد القطاع اللي هو أقل حاجة تحت إشرافه 700 عون أمن والضبط رجل أمن من مختلف الجنسيات. أنا راهو نشجع ياسر المرأة أنها تدخل سلك الأمن، راهو الأمن راهي مهنة نبيلة. الأمن صحيح يمكن مهنة متعبة، لك فمش حتى مهنة ما فيهاش تعب وحتى مهنة ما فيهاش سلبيات، لكن الأمن يعلمك برشا حاجات، يعلمك الانضباط، يعلمك حب الانتماء، يعلمك أنك متعلق ببلادك. دونك راهو الأمن مهنة نبيلة أنا نشجع عليها.